شو فلان ايش عمرتي؟ اه شوف ايوا لاني شريت هذا الكاس هذا وقلت له دير لي القطران دار القطران غير واحد شويه هنا بقات كدور معاه كدور معاه كدور معاه حتى طلصاتو كامل. اه شوفي سيزي ديكور ديالو زوينه لانه كان خواتي كان عندي هذا بحال هذا وزوينه بزاف بزاف وقت ديال الصيف هرستو وحرسات ليوسف هرس يوسف حرسات ليوسف ودابا اشترانا هنايا غير هنايا اوكي عجبني الريحه ديالو هذا فليو فليو لا ماشي فليو القطران قطران مزحده ولكن زوينه جباتني بحال بخور بحال بخور عندك قطع عليك يوسف كي ياكل طونيك. شوفي حبيبي شوفي عمراتو شوفي ما بقى غير هكا معلاش ياك نديرو شوفي مازال مازال عامر خاصنا نلوحو بقات كدور معاه كدور معاه كدور معاه تطلص هذيك البلاصه كامله. خاصنا ندير هكا قولي لي يا بعدا هذا السيزه راح تشرب بما غير يكون احسن قولوا لنا الاخوان واش ماشي مشكل الا كان القطران لداخل في وسط الكاس واش ماشي مشكل ولا مشكل. لا سولت سولتي بعد هذا سولته قال لك ماشي مشكل قال لك هو صحي صحا صحي انا كتعجبني ديك الريحه ديالو ملي كنبغي نشرب كنكون عطشان وكتكون شي مويه بارده في داك الكاس ديال الطين وكتشم ديك الريحه ديال القطران واعره مازال. شوفي انا راح نعمر راح نحاول نعمر كامل هذا الشيء غادي يخرج لك وغادي يتزلع لك من الجناب وغادي يضيع الديكور من الجناب تخليش يتزلع من الجنب صافي بارك عليه خليه خليه كي كاين عامر. آه صافي بارك خاصنا غير كيفاش كاين الشف ما كاين شف نشوفه بوحديت يلاه نمشي حبيبي ندوسي دويره ندخلو هنايا نشوفو ناخذ شويه المطيشه ونشوف حالتنا. اشتريتي شي حاجه؟ اه شريت واحد الشورت بحال بحال لا هو انا ولكن حط الشورت ولكن زعما حتى تلبسها بحال الجنديه بحال الجندي بحال العسكر ما يعقبوك لا ما خصكيش تلبسي كلشي وصافي لا كانت لبسه وحده ماشي مشكل لا بحال هذا شوفي عاد الجنديه. السلام عليكم خواتي كي دايرين لاباس عليكم. المهم جانا هنا في الفيس انا وخالتي هانتوما. السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس كيف حالكم مزيان ايوا حنا دابا رحنا فاس جينا قولي خالتي قولي فين غاديين دابا غاديين لواحد المارشي. لا ماشي مارشي السويقه هو هذاك واحد السويقه واحد السويقه هي هذيك حنا دابا رحنا غاديين له اول مره ياك اول مره نشوفو زعما هذا شنو اول مره غادي تجي لهاد البلاصه هادي وانا خلاص راني كنت كنجي ليها حتى نجيو هنايا صح فاش جيتي هنا فايتا كنجي هنا كانوا الدراري باقيين صغار كان السي محمد باقي صغير كيحسبني عاد جديده على السوق لا هذه وهلي هذه البلاصه هذه كيقولوا لها كيقولوها كيقولوا لها ليراك ليراك ياك هذه البلاصه هذه وقولي بعد بعيد مازال بعيد راها قريبه ل هذا سميتها راها قريبه للاطلس بعيد خالتي الاطلس راه بقال تحت فهم هزنا الطونوبيل بعد هاي ترى لا قريبة هاي ترى اسنا اسنا تما خالتي كاين سي زوطية وكاين سي لا كاين تما حنا عاد غادي ندخلو دابا وغادي كاين سي ديسير غادي نشوفو غير يكون ديسير يكون خضرة يكون هذا راه عاد ولا جديد هنا هذا هذا اه على حقاش هاد البلاصة هادي ها هذا جديد لا هذا عجل عاد ردوه هنايا ما كانش هادي شحال كان هنا ما كانش هذاك الشيء اللي بغا نقول لك هذا عاد ولا عاد داروا هنايا يا اما هي يا اما هاد البلاصه كانوا كيتسوقوا مواليها من واحد البلاصه مارشي اخر. اتصالات ديك البلاصه ديال الاتصالات لهنا شي زوين تبارك الله هذا اللي خاطر الاستاذ تاعنا حنا كنا هذا بغيت نشوف دوك التباصل شحال كيديروا هذا اللي كان دوك التباصل السي محمد هذا التباصل هذوك راه شحال واحد 100 درهم 100 درهم الواحد ديكور شي حاجه تعاود ناخذ جوج ها اخر ثمن 100 درهم
هي القلوشه شحال ما شفتهاش. شنو هذا خالتي؟ شنو هذا؟ القلوشه. قلوشه ديال البخور، ديال البخور هذاك الشيء اللي كيعجبني بزاف نشوف بحال هذا. زوين. ها انتم بزاف انواع هنايا ديال خشب، لا ديال طاجين. ها هما صورت لك امي هذوك 100 درهم. هذا 100 درهم هذا؟ هذا 100 درهم هذوك كيدير. هذا 100 درهم كيدير. غالية. انت عاد كتصايبي لهم فين يتعلق؟ ما كيكون ديروا ما كيتعلقوش. ياه المبلغ. ديال المكري هذا. خالتي. هذوك اللي كيتعلقوا؟ ما عندكش؟ خالتي قولي لي شنو هذا خالتي؟ هذا؟ بخور. هذا هو ديال البخور. وهذا؟ حتى هذا في البخور. هذا الساعة ديال الكسكسي تبغي ديري فيهم الكسكسة. ولكن غالية 100 درهم. ديال طنجية. ديال طنجية، عمري ما أكلت شي ماكلة ديال طنجية. هذا. واش كيطيبوا فيه ولا كيدير الماء؟ اللي كيديروا فيها اللحم وكيدوها للفران. هذا اللي كيدير الماء. يلا نشوفوا شنو كاين جوا خالتي. زوينة هنايا بصراحة، زوينة. زوينة، ها شوف الألعاب هنايا ديال. يا ليلى. خلانا يوسف عند جداته. بس نشوفوا ندورو هنا شوية، نضربوا شي دويرة هنا في السوق. عمتو كاينة هنايا، سلام عمتو. عمت السي محمد أخت. يعني اخت عمي، اخت عمي كانت تسكن هنا في الفاس، عاد جات من برا وراها هنايا وجينا عندها. ايوا دابا خرجنا، خلينا معها يوسف. واش خالتي هذا يوسف مع جدو؟ هاي ديال لحم تموت، ديال خبيزه هناك. دخلوا هنا يا خوتي نشوفوا شنو كاين. ها انتم تساروا معنا وشوفوا هذه البلاصه هذه. هاي شوفوا هذا كاين دكان ملوى ملوي. شوفي محمد ملوي، كان الملوي. هذا شو اسمه؟ كاين الشحوات هنا، الشحوات كاين هنا. باجامات بزاف، في بزاف حوايز هنا زوينة الصراحة. أول مرة كندخل فيه. كاينة يعني مواعين، غير مواعين. زوينة هذا ديال الطابلة. واو زباطني هذا. هذا كيطوي، غير كنشوف كتصبني كطوي. زوينة بصراحة، رقمة ديال الصيف، ياك ديال الصيف. ريحته بحال الشحيوات. خوص بخوص، لا ببوس. شو كيقولوا ببوس بخوص؟ ودورة وين؟ ها؟ شنو لقيتي خالتي؟ تقلي خالتي تقلي دورة. هيا دورة. محمد اشتري خالتي دورة. طيب اشتري سي ليلى. هيا صافي. هذا خرز ديالو، خرزنا هنايا. والهي الهي اسمع، هذا خروز ديالو. صافي اخذنا هنايا الدورة. دورة عندو. كاين اسمه مسلوق، كاين مشوي. كاين عصير، كاين ايس كريم.
شحال تيدير هذا خالتي؟ صافي هذا هو الخروج ديالو وصافي دابا راح ندخلو نشوفو شنو نشوفو خضار هنا مدخولة ديال الخضار ايه ما شاء الله كبار خالتي السوق هنا كبار شفتوها خالتي كيفاش زيك السوق هنا كيف زيك هذا مرشي كبير هذا كبير ولاو دايرو صراحه يلا نضربوا سي الدويره هنا يا خالتي وشوفي السوق ديال فاس ما شاء الله مرشي ديال فاس عامرك خضار هنا يمكن بلاصه ديال الحوت ولكن ما كايناش الحوت دابا ياك محمد بلاصه ديال الحوت ما عندهمش الحوت دابا سلا هذه البلاصه ديال السعاده هذه البلاصه شنو كيقولوا خالتي فيها المارشي ديال السعاده مارشي ديال السعاده علاش كيقولوا مارشي ديال السعاده لاقاش هذه البلاصه اللي ساكنين فيها الناس السعاده بصح هي عندهم السعاده يلا نزيدو نضربو سي الدويره هناك بلاصه ديال الحوت شتي هنايا ما لقيناش الناس الصباح حتى الصباح كيكون جينا حنايا هنايا راه مع ود العصر عاد خرجنا دابا تسالى الحوت تسالى كلشي بقات غير الخضره نعرفتو خواتي هنا السوق عامر بالخضر عامر بالكلشي ولكن قليل الناس ناس يعني شي اقل شي الناس وعندنا السوق في التوزيت عندنا السوق في التوزيت يعني صغير يعني مارشي ديالو صغير وعامر ما لقيتي كيفاش دوزي في الطريق ياك محمد دابا غير الحراره دابا في العشيه غيكون عامر صح كليت انا هذا كيعجب منك بوي هاي خالتي وليلى خلانا السيدي يوسف عند عمي ودابا صافي سلا سوق مرشي سلا مارش. صافي هذا هو الاخر الكروز ديالو هنايا صافي وفي عامر عامر بال نوع الدرار هنايا صراحه زوينه عندك وصافي اخواتي خرجنا لحدا مرشي خرجين دابا في مرشي زوينه عندهم التسويقه هذه اي واعره بصراحه كاينه ما كشتاش بصراحه كاينه ما كشتاش شنو نقول لكم اذا كتمشي لشي مدينه جديد ولا مدينه جديد ياك مدينه جديد شي بلاصه جديد يعني كتستشف شي حاجه اللي ما كانش في المدينه ديالك زوينه بصراحه خالتي كيبقى يشوف فبايا ديالي كيجازة في الماء صافي غاديين دابا نرجع بحالتنا خالتي صافي هذاك الشيء صافي خالتي ما بقانا غير نودعكم يلا خالتي ما بقانا غير نودعكم غاديين دابا بحالتنا رجعين بحالاتنا المهم قولي شي كلمه محمد الاخوان طورنا جابك هنايا الدير عرفتو خاتي احنا يعني خرجين في الطريق وكيحسبني هذا راجل معصبه وقيل كيعرف محمد صافي ماشي مشكل ما فهمت والو بصراحه ما فهمت والو خالتي قال لي كتفرز فينا هذا خالتي قولي شي حاجه خالتي نسالاو ها نقول قولي شي حاجه خالتي ايوا هذه هي السعاده هذه هي البلاصه ديال السعاده لا زعما نوداهم ايوا بالسلامه عليكم وشكرا لكم اللي كيتبع لاني ومحمد شكرا ليه ودابا حنا جينا عيد ضياف حنايا جينا عند لوسي جات من برا ودزنا عندها هي كتسكن هنايا ورا خلينا يوسف معاها شكون كتسوني لا ما خلينا يوسف معاها وخرجنا درنا واحد الدويره هنايا في هذه السويقه هذه ايوا حنا دابا حنا غاديين باش نقول لي ونرجعوا بحال هكا وقولي خالتي دعا معاك المتطبعين ديالي
شافها على رجليك؟ وادعيوا معايا، راه عندي واحد الرجل تضرني، ادعيوا معايا المشاهدين الله يسهل امركم ويسهل عليكم. واحد الركبه كضرني، ادعيوا معايا ربي يشافيني من عنده. يا ربي امين. ايوا الله يجعل سيدي ربي يخليكم وليداتكم، ونطلب الله يعطيكم ما كتمناو. يلا مع السلامه، شكرا لكم، باي باي. فين محمد خالتي؟ محمد واش هذا راجل معصب منك؟ لا كيتفرج فينا. ويلي خلاطني صاحبي. ها؟ خلاطني. كان عنده شي محل هنايا، قال لي دوزو عندي للمحل. اه. تصب ان شاء الله تمرخ. صافي سير هذا الفيديو. يلا سالي، انا خلاطني هكا حسبني. لا لا كيهضر معايا، قال لك المراه ديالو والوالده ديالو كيبغيوك بزاف. اه ربي يحفظهم. يلا المهم الاخوان، شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي تلاقيناهم هنايا في فاس، الله يحفظكم. المهم التسويقه زوينه الصراحه، دوزو زوروها. هو هادشي اللي غنقول لكم، والله يهنيكم. باي باي. تحياتي.